الو، الموبايل نور. سوري اذا كنت بعتلك مسج في وقت متاخر. انت فين؟ لا انا في الصعيد. صعيدي بقى؟ احنا اصلا صعيد. انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده عشان مبقتش فاهمه حاجه خالص. وانا اللي كنت فاكرك لا قدر الله يعني بتطمني عليا ولا حاجه. طلعت بتاعت مصلحتك. قول يا ست. اولا يا سيدي انا عايزه اشكرك على اللي كنت بتحاول تعمله معايا وانا ما كنتش فاهمه. لا لا عادي عادي، هو انت مش فاهمه حاجه اصلا. بس انا مش عارفه افتح الموضوع ده ازاي، بس ممكن اطلب منك طلب. اتفضلي. هسألك سؤال وترد عليا بصراحة، أوكي؟ ما وقفكيش. بص يا عبد العزيز، من الآخر كده، هو بابا أخيراً قلتيها. يا ريتك سامع يا عم زكريا، كان زمانك بترقص من الفرحة. بص يا عبد العزيز، أنا بص حياتي اتلخبطت وما بقتش فاهمة حاجة، أنا عايزة أفهم كل حاجة، مش فاهمة حاجة خالص. إيه؟ سكت يعني؟ فضلك انا عايزك تفهمني كل حاجه. هو ما قاليش ان انا فاهمك حاجه. مش مهم يقولك تقولي ولا ما تقوليش، المهم ان انت لازم تفهمني. انا بجد خايفه احسن يكون مظلوم، فعايزك تساعدني وتساعده. طب بقولك ايه، انا مش هقدر يعني احكي لك تفاصيل دلوقتي، خليني لما ارجع هطلبك انا وهنشوف هنظبطها ازاي. اوكي، باي باي. مع تاني ولا ايه؟ امن الدولة رجع ازاي بس يا ابني؟ انت شفت امن دولة؟ ربنا ما يكتبها عليك يا ابني. يا استاذ انس، جو السيما اللي انت معايشني فيه ده، ومين الباشا اللي مؤاخذه؟ لا بطل بقى شغل الملاوعة والصياعة دي بتاعت المساجين. حاضر يا باشا. لا انا مش باشا يا ابني، انا مش باشا، وانا عارف كويس قوي ان انت واد جدع وابن حلال وملحلح، انت بس محتاج تظبط شويه حاجات في نفسك وانت هتبقى كويس قوي، رغم انك وسخ وحبسجي. هو الباشا مصلح اجتماعي ولا تلم؟ كلم دكتور ادري. وبعدين ايه، تنسيت انك واخد مني سلاح ونايم عليه؟ ايه قله الادب اللي انت بتتكلم؟ خلاص انس، ما ينفعش كده، انا اللي بتكلم هنا. هو انا يعني لا مؤاخذه فرحان يا دكتور ينام على مصيبه زي دي؟ انا عايزك بقى لكم من زمان، وانا ليا حق عرب عندك يا استاذ انس. حق ايه؟ بتكسر حقوقك. يا سلام، يرضيك يا دكتور ان هو اديني بضاعه وما قوليش هي ايدي، وفي الاخر اكتشف ان ده سلاح؟ طب افرض بقى لا قدر الله ان السلاح ده انفجر فيا وانا طرت والسلاح بتاعك راح، يبقى ايه اللي جرى بقى يا دكتور؟ عندك حق، عندك حق يا ابني. مش عيب، مش عيب يا انس تشتغلوا؟ عيب تشتغلوا. اسمع يالا، احنا ممكن نشغلك معانا وتبقى راجل من رجالتنا، وممكن نوظفك في وظيفه انت ما تحلمش بيها، واذا كان على صحيفه ثوابك ممكن نمسحها لك، بس بشرط انك تتوب توبه نصوحه. توبت لله، بس انا مؤاخذه انا مش عارف من ايه. لا انت عارف، عارف بس بتستعبط، وانت عارف كويس قوي ان الكد ملوش رجلين، واللي بيكذب بيروح فين؟ بيروح النار. ممكن تبقى نارين بقى، نار في الاخره ونار في الدنيا. شوف احنا لينا ملفات وورق عند صاحبك عبد العزيز، واخدهم مننا. الورق ده مش حلو، يضرنا، احنا عايزين الورق ده
عايزين الملفات دي. احنا ما اذيناهوش في حاجه ولا قربنا منه، ده احنا كمان عرضنا عليه ان هو يشتغل معانا بس رفض. ماشي دي مشكلته، هو حر في حياته، وبعدين ربك بيرزق كل الناس. معلش بس انا زي تيتو هعمل كل حاجه غلط في الدنيا، لكن اكون صاحبي لا. الافلام بقى وسلام يا صاحبي. لا لا لا، ما هي سيبة دي هي اللي بوظت عقول الشباب، مش كده يا انس ولا ايه؟ يا ابني انت مش هتخون ولا حاجه، دي حاجات سرقها مني. يعني انت هترجعها لي؟ يعني بترجع الحق لاصحابه؟ بس العزيز ما يعملش كده، وانا عارفه كويس جدا. عارفه منين؟ من السجن. كويس انك قلت من السجن. هو دخل السجن ليه؟ ما هي ما في الحبس النظري. لا هو دخل السجن عشان كان واخد حاجات مش بتاعته، ولما تنازل عنها خرج. ايوه صح. شفت بقى؟ انت هتجيب لنا الورق ده، هتجيب الملفات، بس مش هتجيبها بلوشي لا، ده انت هتاخد عرقك، واللي ما يجيش بالترغيب يجي بالترهيب، وانا عارف ان انت مصحصح ومفتح وعارف مصلحتك وهتجيب الحاجات دي، مش كده يا انس ولا ايه؟ تمام فضلت. وحشتني قوي يابا، واديني جيت لك اهو، سمعت كلامك في كل حاجه. موديني على فين يا ابو عبد الرحيم؟ الاحلام اللي بشوفك فيها بتتحقق قصادي. انا بحاول اعمل بوصيتك في كل حلم بشوفه، لكن دايما الظروف بتبقى ضدي. شايف ايه انا مش شايفه؟ انا تعبت، روحي تعبت، حتى الأحلام ضاقت عليا يابا. دبرني أصيل، أنت في دار الحق وأنا في دار الباطل، والحق هو الله. يا رب الهمني الصبر، صبر من عندك يا رب. انصرني على مين يعاديني، افك الكرب وزيح الغمة، قادر على كل شيء يا رب. وتاخد شوية؟ ايه ده؟ مش عارفة كيميا؟ حلوة دي، بتصيدلية صيف؟ طب انا عايز ازازتين بالدول وبتلج دي وثلاث جويتات. طيب ماشي، وهل بقى انت شفت سناء؟ سناء بيت؟ سناء بنت الشاب؟ ولا شفتها ولا في الحلو. يلا بينا بكرة ازازتين 200 جنيه.
رايحة على فين؟ يعني ايه رايحة على فين؟ نازلة. انتي مش قاعدة من الشغل مقدمة طلب نقل؟ رايحة على فين على الصبح كده؟ أنا زهقت من كتر الأسئلة. عمالة بتسألي بتسألي بتسألي. إيه حنين؟ إيه طريقة الكلام دي؟ عشان قلت لك زهقت من كتر الأسئلة. في يا مجد؟ خايفة من إيه؟ خايفة عليكي عشان كده بسألك. وأنا بقى مش من حقي أسأل. ممكن أسألك سؤال؟ ما بترديش ليه؟ خايف أسألك سؤال ما يجيش على هواكي فما تعرفيش تردي؟ ولا خايف أسألك سؤال تضطري تكدبي عليا؟ تقصدي إيه؟ قتلها ليه؟ قتلها ليه يا ماجدة؟ معرفش. ما تعرفيش ولا عارفة مش عايزة تقولي؟ كل اللي أنا عارفاه إن أنا ضيعت عمري عشانك. تعبت عشان أربيكي وأكبرك وأخليكي عروسة على وش الجواز. كل اللي أنا عارفاه إن أنا ضيعت حياتي وشبابي عشانك أنتِ. جاية دلوقتي واقفة تحاكميني؟ تحاكميني أنا اللي عشتلك أم وأب 15 سنة؟ عايز تعرفي إيه يا حنين؟ شوف اللغات لباف. طيب قول شي ها شي ها شي ها والله وبقيت تقول شي وحا يا ولد عبد العزيز. هوبا على مهلك. سيس صباح الخير يا لطيف. صباح النور يا حبيبه قلبي. هخش احضر الفطور. لا لا استني استني عايزاك في كلمتين. تعالي يا حوتي. خير يا حبيبتي. انا عارفه ان احنا تقلنا عليكي بس والله عبد العزيز ما طلبش فلوس الا للشديد القوي وانتوا برضو اهل وناس وعزوته. عيب يا حبيبتي ما تقوليش كده كانه مقطوع ولا احنا اغراب. عبد العزيز لو طلب عينينا ما نتاخرش عليه. ابوه عاش طول عمره محروم من اخواته وعزوته وانا لو عشت النهارده مش هعيش بكره. مش عايزه ابني يبقى جدر وناشف. احنا ملناش حد غيركم دلوقتي يا رتيب. كلامك موغوشني. خير يا عواطف في ايه؟ انا خايفه على عبد العزيز. خايفه عليه قوي يا رتيب. بقى لوحده في السوق ولو اتكتروا عليه هيقسموا وسطه ولو وقع المره دي مش هيقدر يقف على رجليه مره تانيه ابدا. مين ده اللي يقدر يكسم ظهره يا وليه؟ ده احنا صعايد محدش يسد ويانا الا بالرضا. شيل الحاجات دي من دماغك واصل. شيليها ما تخربتيش. كيف اما يلا جهزي الولد عشان راجعين مصر. يلا حاضر حاضر. مفيش مشيان من غير فطور. طب يلا يلا يا حبيبي. يلا يا كده ليه؟ يخرب بيتك. تلاقيش يا ابو سعيد اهو اديني قاعد. بقول لك يا ابو سعيد سؤال محرج يعني لا مؤاخذه. انت متجوزه؟ لا يا روح امك مش متجوزه. ايه ده؟ يعني انت بنت ابوك؟ هو في حاجه بتفضل على حالها يا اخويا؟ وبعدين اسم ام سعيد يا نبيها بقى بنت بنوت ازاي؟ ما تفهم عادي يا ام سعيد. ما الفراخ ياما بتبيض من غير ما يبقى في ديك يبيض الفراخ عادي. بقول لك ايه؟ شكلك كده شايف لي عريس. لا لا مؤاخذة يا أم سعيد أنا ما ينفعش أتجوزك. أنا بس متجوز وحابب إن أنا أمشي معاكي في شارع عبد العزيز. تمشي معايا فين؟ بقول لك ايه؟ أنت منين؟ أنا من عزبة النخل من مهاجرين. إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني أنت مش من مصر وأنا بتعامل معاكي كل الوقت دوت على أساس إن أنت مصرية؟ لا. يعني أنت من المهاجرين؟ أيوه. اوعى ايدك اوعى.
مش هتديني نروح؟ والنبي مش خسارة فيك. خد يا واد، خد خد، استنى، خد هات علبتين كليوباترا ليا، ولا هات لي انا سوبر وهات لك انت علبه كليوباترا. يلا مش خساره فيك، ضحكتني والله. ماشي يا ابو سعيد. بقول لك ايه صحيح، انا عايز اسالك بقى سؤال بقى. انا عايز اسالك، انت جيتي بقى ونطيتي على المنطقه ديت وخدتي وقشيتي في السوق، اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي، ولاقيكي واقف لقيتي قاعده، انت ايه حكايتك بقى معانا كده؟ انا يا حبيبي عملت ده كله بالشقه وطفح الكوته، ما خليت حاجه ما عملتها فيكي يا مصر. بعت انابيب، اشتغلت في البيوت، حملت وتحملت من الخردة بالشقة يا حبيبي. بس الحاجة الوحيدة اللي ما سلكتش معايا ان افتح كشك، اخد كشك من المحافظة. بس اعمل ايه؟ ماليش ضهر، واللي مالوش ضهر يتضرب على بطنه. صح يا ابو سعيد. معلش انا اسألك سؤال بقى، ابو سعيد الله يرحمه عايش ولا ميت؟ امشي يا واد، امشي يا واد، غور من هنا. امشي، انت هتستهر معايا ولا ايه يا ابن العبيط؟ مش هتديني فلوس؟ امشي يا واد، يلا هات السجاير وتعالى يخرب بيتك. عكننتني. مالك ياد واقف كده ليه انت كمان؟ بقول لك ايه يا ام سعيد؟ ايه؟ يعني سؤال كده لا مؤاخذة يعني. اوه، انت متجوزة؟ يخرب بيتك! قوم ياد امشي من هنا، قوم كتكم شاطة. امشي. طب هات جنيه اجيب سكلانك. امشي كك وجع بطنك هو. صلي على النبي. اتجننوا دول عليا ولا ايه؟ يخرب بيوتكم. انت ما بتعرفني، بس انا بعرفك كتير منيح. امتى هنلتقي؟ لا ده انت شكلك عمليه قوي. اه تعرفيني منين؟ لما اشوفك هقول لك. اه لو تعرفيني منيح كمان. طب يا ستي انا يشرفني ان انا اشوفك. لما ارجع بقى نتكلم ونحدد الميعاد والمكان. اوكي باي. ستي اعتبريها الزياره المره دي كده ايه، مش محسوبه. ان شاء الله المره الجايه والظروف تكون اتحسنت كده ان شاء الله، ونيجي ونشوفك ونقعد معاك لحد ما تزهقي مننا. بطلي كلام خايب يا ولية. سلام يا عمتي. خلاص جهزت حالك يا ولية؟ الحمد لله يا عم كله تمام. طب خد دي. ايه دي يا عم؟ طبنجة يا ولدي، سلبت الشوك، خليها معاك تنفعك وقت عوزك. وماله؟ ليه عوزك؟ يلا يلا يا عبد الرحيم. تعالى يا ولية. هتمسك ده؟ مش تيجي تسلم على جدك؟ خد ياض يا يوسف. سلام. هتبقى تيجي؟ ايوه. على السلامة. هتجيلي مع عمتي لطيبة. ها؟ يلا يلا يلا. اشوفك تاني. مع السلامة. تقول لي بألف سلام. لا إله إلا الله. يلا يا عم كامل. بسم الله يا حبيبتي. يا ست يلا عشان نلحق الطريق. حاضر. ألف سلامة. طمنونا لما توصلوا. يا ولد مع السلامة يا ولد. We'll be right back.
ساعة ما خدت الفلوس من زيزو ولا خطوة قدام ولا خطوة ولا ايه النظام؟ طب وانا هعمل ايه في ابوك يا ابن الهبل ده؟ كل ما نقعد مع بعض نضرب لنا نفسين واقول له نقرا فتحة سميرة يقعد يغني لي بتزوق ايه دي يا بابا لغاية ما جددني. اقسم بالله انا شك ان انت مديت لك على الفلوس ورحت اتكيفت بيها، بس لو عملت كده هقطع لك ايدك وهقول لزيزو. قاعدة بابوكي اللي انا بترجاه الدنيا، انا مكبر الفلوس دي في حتة مش قادر افتكر هي فين. بلكتك يا شيخ دردوش. وبين يا شيخ دردوش اللي انت ماشي معاه ده كمان؟ شيخ دردوش شكلك نية، ده انا رحت عشان اعمل لك عمل. تعبدي لي عمل؟ وحياة ابوك يا بنت سميرة؟ عمل حلو؟ ايوه، عشان لما تحب الغيل وتبقى زي الجزمة في صباعي الصغير. بدأ بتضحرك تحت رجليكي. اتريدي بفكر اكبر الفلوس كلها معاكي، بس افتكر هي فين؟ طب اديها لي وانا اشيلها لك. مش لما افتكر الاول؟ تخيل بقى وانا عند الشيخ شوفتي من هناك. شفت مين هداك يعني؟ شفتي سناء هي وزعتر. بتعمل لي عمل هي كبات؟ على عقية مقصد يا معفن انت. لا يا اخويا بتعمل عمل المعلم زيزو. زيزو؟ لمسكت الواد زعتر وقعدت الله لا الله لا الله فيه لحد ما قال لي ان هي رايحة تعمل له عمل عشان يمشي ولا زي الدلدوش. اعتقد المعلم زيزو سافر الصعيد. راح فيه يا معروش انت هناك مين؟ طب وبعدين؟ وبعدين ايه يا حبيبتي؟ لبستيني ونزلتيني ولففتيني وساعة عشان نركن العربية في الآخر جايبانا هنا، من إمتى؟ يعني أنا قلت إنه الجو البيت كده خانقة، قلنا ننزل نغير جو ونشم هوا نضيف. بعدين أنا لقيتك يعني كده مش متظبطة. عادي. طب بمناسبة بقى القعدة الحلوة قوي دي، عايز أسألك سؤال. اتفضلي. هو أنت يا مجدة عمرك ما حبيتي قبل كده؟ حب إيه يا شيخة وكلام فارغ إيه بس؟ انا مفيش حب في حياتي غيرك انت يا جميل يا حبيبتي. طب وقبل يا جميل ما كانش في حاجه خالص؟ حبيت طبعا، كان ليا احلام زي اي بنت، بس ايه لازمه السؤال ده؟ مش عارفه اصلا، عمري ما حسيت احساس الحب ده، نفسي اعرفه. طب وتامر؟ خلينا واقعيين يا مجدة، تامر ده جواز صالونات مش اكتر. يا حبيبتي صدقيني ساعات جواز الصالونات ده هو اللي بيعمر. انت عارفه انا بحبك قد ايه تامر، مهما كان عارفينه وعارفين اصله وفصله، واللي نعرفه احسن اللي ما نعرفوش. هالكلام الحلو قوي اللطيف ده، يلا نمشي بقى لو سمحت. لا لسه انا طيب يا لا يا جماعه بتهزروا، انا كنت نسيت والله. حبيبي حتى لو انت نسيتي احنا ما ننساش يا روح قلبي ابدا. يا لولو بعد ايوه ايوه كده ولع. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو حنونه، هابي بيرثدي. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة يا أغلى حاجة في عمري. الراجل ده من ساعة ما ظهر في حياتي وأنا مش عارفة مالي. إيه كمية الحنان والطيبة اللي في وشه دول؟ رغم إن أنا بعامله بأسوأ فظيعة وبطريقة وحشة جدا، بس هو مستحملني وبيسأل عليا ومهتم بيا قوي. ليه كل ده؟ هو معقول يا ندى مشاعر أبوة تعمل فيه كده؟ ولا انا بقى اللي ساذجة عن نياتي وبصدق الناس كلها؟ الراجل ده حاجه من الاثنين، يا ممثل كبير قوي بيمثل عليا، يا اما اتظلم في حياته. انا مايله لانه اتظلم في حياته، بلاش انت كمان تظلمي اكتر. انا دماغي تنفجر من كتر التفكير، انا مش عارفه اعمل ايه.
ما انا كنت كافي غير شهري. لازمته ايه بس كل ده يا حنين؟ بصي للجزء المليان. انت طول عمرك ما عندكيش حد تقولي له يا بابا. بابا؟ هو انا معقوله اقول الكلمه اللي اتحرمت منها عمري كله؟ انت هتعملي فيها بقى فيوز ولا ايه؟ انا عارفه ان انت اتظلمتي في حياتك، بس الراجل ده شكله طيب. طب لو هو طيب قوي كده ازاي يقتل؟ ليه قتل امي؟ ليه حرمني منها وحرمني من نفسه؟ انت مصره تحوري وتدخلينا في متاهات. لا يا ندى، الموضوع ده فيه سر كبير قوي انا لازم اعرفه، علشان كده ما كلمت عبد العزيز وهقابله. قلت لي بقى عبد العزيز. بقول لك ايه، فكك مني تماما. انا في ايه ولا في ايه يا ندى؟ لما انت قاعد هنا ما جيتش المعرض ليه؟ اجب. قلت اجي اضرب سيجاره مع اخويا صبري. اقول لك على سر محدش يعرفه غير احنا الاتنين. قول. انت راجل جد الجد. هي دي الخياده. هي دي الخياده بعيدها. قعدتها بتفرط في مخك وده سيدي ابو دسب. ولا كيد في بكره في الحياه. اسكت ياض خالص وما تزومش وتدلدل شلاديمك. اهبوا النفسين دول. واغرب عن وجهي. سرحان في ايه؟ شكلك منطوي. أدا؟ أيوة أنت.
يا عبو ده عبري فرقتك في حياتي بدل زقلك زي عبلك الراضي. اللي جواك ده بركان غضب. أنا واخد على خطر عشان انت بتسألش فيها يا شبرو. رميدي كده ولا كأنك مربيدي ولا أي حاجة. أنا احتويتك في عز الأدغال الهائمة. انت بتعبدني على إني على إني أقل منك يا شبرو. بس بقى خلاص صدعتوني. لما انت ناوي عالسفر ما جيتش ليه من غير معد؟ يلا انت هو غوره غوره. لما انت ناوي عالسفر ما جيتش ليه من غير معد؟ يا عم يلا. لما انت ناوي عالسفر ما جيتش ما ده جاي عفشك اهو عشان انت بتحط من ورايا. انت شكلك مطول. بتعمل ايه عندك يا شعلان؟ بقولك يا صاحبي ما تسيبنا انا للسوق. الناس دي مش فارق معاهم السلاح، هم عايزين الورق. احنا نديهم السلاح ونديهم الورق وناخد قرشين واللي يجي منهم احسن منهم. يعني قابلتهم يا شعلان؟ امال بتحاور عليا في الكلام ليه من الصبح كده واخد سكه شمال؟ لا شمال ولا يمين يا جدع، ده انت صاحب وحميد برقبتي. وايه اللي عرفك بقى ان الناس دي ليها؟ الراجل ده تقي وبتاع ربنا، وانا جربتهم قبل كده في شغل، وبيني وبينك قرشهم يافت. اسمع بقى يا شعلان، لو عايز تمشي بدماغك امشي بدماغك بعيد عني. انت مالكش هنا غير السلاح، وانا لما خبيتك كنت بحمي صاحبي، ولما قلت لك تعالى اشتغل معايا كنت بعمل معاك الصح. خلي بالك، عايز تمشي معانا الطريق يا ابن الناس امشي على الحلوه والمره، ما تخليش عينك تزوغ يا شعلان زي ما زغت قبل كده واتحبست. مفيش بينا وبينك غير المحبه والعيش والملح، هتقدر تصونه نشيلك فوق راسنا. لو حاسس انك مش هتعرف يا شعلان امشي اخلع قبل ما تقع في الغلط. امشي رفيق، امسك بس امسك. طب وريني انت عايز تعمل ايه وقول ايه المطلوب مني. انا جبت فلوس من البلد هندورها في السوق قدام الدنيا دي كلها. انا شايف خير يا شعلان وعايزك تمشي معايا الطريق من اوله. طب السلاح؟ هو انت لما هربت السلاح ده كنت تعرف انه سلاح؟ لا. يبقى الناس دي كانت عايزه تدمرك وكانت عايزه تخلص منك صح؟ مظبوط. خلاص يبقى ييجوا ياخدوا حاجاتهم من عندنا، ولما يجوا نعلم عليهم. ماشي يا عمنا، مع اني برضه قلقان. ما تقلقش امشي باحساسي.